يا مرحبا، يا أهلا بيك، تفضل عزيزي. يا أنا سرجون من مستشار اتحاد جمعيات الآشورية في أمريكا، أهلا وهي وسهلا. السابق. أولا نستنكر جرائم البشعة بحق أبناء شعبنا الكلداني الآشوري السرياني وكافة الأقليات الأخرى، نعم. وهذا الاستهداف ليس مسيحيا فقط، وإنما هدف لتشريد القومية الأصيلة من بابل وآشور. وإذا جئنا إلى الديانات، الديانات كانت قبل 7000 سنة في أور والناصرية، من نبي إبراهيم تحرك من أور، كان ابن الرافدين وابن بابل وآشور. نعم. وهذا التعليم يريدون مسحه من تاريخ العراق مسيحيا وكذلك قوميا. نعم. نحن لنا الأصالة في هذا البلد، وسنبقى بالعراق مهما كلف الأمر بنا وضحايانا. وإن هذا الاستهداف يجب أن نجابهه بقوة، ليس بالصلوات فقط، الصلوات جيدة لكل، ولكن نريد أن نبني قوتنا كشعب. وهذه التوجهات اللي نشوفها بالعراق من توجهات من السعودية وإيران ودول الجوار التي منافع لها، وكل طرف يدعم طرف ونحن الضحية. نعم. لنكن أقوياء ونشد على أيدي كل أبناء شعبنا أن نطبق شريعة حمورابي، العين بالعين والسن بالسن. إذا بقينا هكذا سنكون مضطهدين طول أعوامنا. لنغير سياستنا، والله الكريم على كل أبناء شعب العراق من هذه الجرائم البشعة التي يقوم بها المجرمون والإرهابيين ككل. شكرا لك عزيزي سرجون، أنا ممتن لمداخلتك.